التليفون احمد نور احد المسؤولين في قمه المناخ للشباب. اهلا بيك يا احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. في البدايه كده احمد، عايز اعرف منك يعني اخر يمكن كوب 27 اختتمت امبارح، عايز اعرف منك كانت اخر الفعاليات واخر التطورات هناك كانت عامله ازاي؟ اخر الفعاليات يعني اخر حاجه سبناها هناك في الكوب كانت المفاوضات مستمره على بعض النقاط الخاصه باللوس اند دامج. لسه المفاوضين يعني بيحاولوا ان هم يوصلوا لاتفاق على بعض المواقف. اي نعم، في يعني في نجاحات كبيره جدا فيما يخص التنفيذ في اتفاقيه باريس، لكن النقطه الخاصه باللوس اند دامج لسه كانوا بيحاولوا ان هم يوصلوا بيها لاتفاق اكثر. يعني طبعا النجاحات اللي اتحققت النقاط الخاصه بالتنفيذ، وطبعا زي ما احنا عارفين ان الكوب دوت يعني كوب فور امبلمنتيشن للتنفيذ، فان احنا نوصل لنقاط مهمه تخلينا نقدر نفعل وننفذ النقاط الخاصه بالتنفيذ في اتفاقيه باريس، فده نجاح عظيم جدا للكوب في مصر. مظبوط. انت يا احمد يمكن كمان يعني اللاست اند دامج اللي انت بتتكلم عنه دي ممكن يكون من ضمن النقط اللي كانت ممكن القمه بتحاول ان هي توصل لحل جذري للاخر، يعني ان هي تكون فعلا وصلت لحل نهائي في حاجه زي دي، ده المقصود من كلامك. اكيد مظبوط طبعا. مظبوط. طيب احمد برضو خليني اعرف برضو يعني يمكن يكون مشاركتك في القمه دي فرقت معاك ازاي وحاسس ان انت اكتسبت ايه بالظبط؟ يعني من الصراحة قمة المناخ من أول قمة المؤتمر الشباب لحد القمة الأخيرة وأنا لسه كنا بنختمها امبارح، ففرق معايا كتير جدا مع زمايلي، خصوصا من خلال التعارف والتداخل مع الثقافات الأخرى. الموضوع ده ساعدنا كتير جدا جدا، وإن احنا يعني بنتعامل على المستوى الدولي. يعني احنا لسه شباب وبنطلع على حدث، لسه متخرج أنا من الكلية، وان انا بتعامل في حدث زي دوت مع مفاوضين ومع مع شباب صفوه النخبه في بلادهم، فده شيء عظيم جدا فادني بشكل كبير. وكمان يعني حاجه برضو يعني بصراحه خلت عندي فخر وخلت عندي اعتزاز، الاشاده الكبيره اللي خدناها من الوفود الاجنبيه من اصدقائنا بالوفد الرئاسي المصري والمفاوضين المصريين. يعني احنا خدنا اشاده كبيره جدا بيهم، وان احنا عندنا مفوضين مصريين متميزين. الموضوع ده يعني خلى عندنا فخر واعتزاز كبير جدا، والاشاده اللي خدناها بالوزير سامح شكري وطاقم رئاسه الكوب من اول السفير ايمن، السفير وائل ابو المجد، السفير عمرو، بصراحه يعني ده شيء يدعو للفخر والاعتزاز بشكل كبير جدا جدا. حلو قوي. طيب احمد، كلمنا برضو عن مكتسبات المؤتمر من وجهه نظرك. والله المؤتمر دوت يعني على المستوى المحلي لا هيفرق معانا كتير جدا بخصوص السياحه، يعني السياحه اتنشطت بشكل كبير جدا، وشفنا الوفود الاجنبيه قد ايه هم مبسوطين في شرم الشيخ ومستمتعين بالتجربه اللي بيعيشوها ومستمتعين بالكوب، وان التجربه دلوقتي احسن من تجارب قبل كده هم عاشوها في مؤتمرات سابقه خاصه بالكوب. ده يعني مكسب كبير جدا. وكمان الاشاده اللي خدناها ان المؤتمر ده يعني حصل فيه فعلا نقاط هتفرق كتير قدام بخصوص تفعيل اتفاقيه باريس، وان احنا ازاي يعني خدنا خطوات هامه على الطريق للتنفيذ. دي اول الخطوات على الطريق للتنفيذ، فده شيء مهم جدا جدا ونجاح للدبلوماسيه المصريه. طبعا. طيب معلش احمد، انا خدت بالي من كلامك ان انت بتقول ان ردود الافعال على كوب 27 ان هي مختلفه جدا عن المؤتمرات السابقه. حابب اعرف ايه وجوه الاختلاف اللي كانت موجوده ما بين كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ وبين القمم اللي فاتت؟ القمم اللي فاتت كانت كلها بتناقش مسائل يعني مسائل داخليه خاصه بالاتفاقيه، يعني بعيده تماما عن التنفيذ، لكن هنا يعني ان احنا بناخد خطوات على التنفيذ ده شيء مهم جدا. ده خلى في ردود فعل ايجابيه جدا على القمه دي، وكمان الموضوع فرق بشكل كبير جدا جدا بسبب الوفود الرئاسيه اللي جت. يعني وجود الوفد الرئاسي الامريكي، وجود وفود رئاسيه من بلدان مختلفه، فالموضوع ده فرق بشكل كبير جدا ان فعلا في اراده. في اراده في المؤتمر دوت عكس المؤتمرات اللي فاتت والقمم اللي فاتت كلها. طيب احمد، يعني ممكن يكون اخيرا كده برضو عايز اعرف منك، واضح ان انت يعني كنت ملم بالموضوع وانك استفدت منه استفاده،
ممكن تكون فرقت معاك في حاجات كتيرة وهتفرق معاك في حاجات كتير، بس ايه اللي انت ممكن تروح بقى مثلا تفيد بيه الناس او تتكلم بيه مع الناس؟ والله يعني الموضوع ده بالنسبة لي ده اول كوب ليا، وكمان اول كوي، والكوي ده يعني كان حاجة مختلفة تماما، لان احنا كنا مسؤولين عن ملف التواصل في الكوي مؤتمر الشباب الخاص بالمناخ. تمام. فالموضوع يعني فرق كتير، ان احنا دلوقتي ما بقاش منوط بينا ان احنا نحضر وبس، لا ده احنا بقى منوط بينا ان احنا ننظم ونعمل فعاليات، وان احنا نقف نتكلم مع الناس، نعمل ورش عمل. فلا يعني الموضوع فرق كتير. وبالنسبه لي دلوقتي انا لما اجي دلوقتي اتكلم مع الناس واتكلم مع الشباب في سني، لا هقدر اتكلم من منطلق مهم، ان انا كنت مشارك في مؤتمر الشباب وشاركت في الكوب، واداني الخبره ان انا اقدر اتكلم بيها، اقدر اتكلم مزبوط. في نقاط خاصه، نقاط تقنيه، اقدر اتكلم في نقاط توعويه وبشكل ملم اكتر، عكس ما قبل ما انا محضر الكوي او الكوب. حلو جدا، شكرا جدا ليك. شكرا يا احمد جدا. احمد نور احد المسؤولين في قمه المناخ كوب 27، شكرا نورتنا جدا.